بس ده بيتبول في ارتفاع كويس. ايه بصوره بصوره ده كار بيتبول في ارتفاع كويس. امال ايه لابرادور؟ ايه نوار الكلاب العالي جريد دان اه البيتبول كده. ايه بس ماشي اه بيتبول العيون ماشي. بكام طيب؟ حبيبي سنة ونص. سنة ونص خلاص من غير ما تمسكه هو خلاص خلاص باين والله ان هو شاب لسه مش عجوز، هو بس عايز يفوق ويستحمى ويتروق عليه. كل يوم بحميه وعايز بس يسيح غلبان قلبينه كده. امسكه كويس طيب. شركة الكلام من ده امسكه كويس طيب. بس بس عشان زورك خلاص خلاص. طب ادي ماشي حلو جدع. هات رقم التليفون. النهارده ان شاء الله. اه حلو يجي منه في جسم حلو وارتفاع كويس من على الارض. ممكن يبقى جديد تاني على بيت بول بس هو ايه ايه ده مش مصري ماشي. 0-10 0-10 9-0 6-4 3-2 0-7 تمام. بكام قلنا؟ قول ما تنوي قول عشان انا بقول للناس عندي عشان اللي عايز حاجه يتصل عليا. ليك انت طلع عزيمه طلع عزيمه اخره 4000 4000 جنيه تمام. بص يا باشا دي نتايه بس مش نتايه قوي. عنده قد ايه الدكر ده؟ ادخل الكلب ده في ظهر حلو، في تكة ميل دمها خفيف، الواناته حلوة، النتيجة دي شقية قوي، شراسة جامدة. عنده قد ايه الدكر ده؟ تعالى كده يا حبيبي. عنده قد ايه يا صاحبي الدكر ده؟ ماشي. طب بكام طيب؟ يعني ثلاثة باكو والنتاية دي؟ النتاية دي 700 جنيه. دي فيها شراسة ب 3000 جنيه يعني. 700 جنيه. استنى عشان هي بتعطس مش فاضية دلوقتي. اديني رقم التليفون طيب. رقم تليفوني طيب انا؟ اه ماشي. هو 012 012 012 تاني 2 4 4 0 3 اللي عايز حاجه يكلم الراجل. بص ما تحط ماستف على بوكسر وتعمل حاجه حلوه. ميكس ظريف حجم ضخم. مشاكل العظم اللي بتبقى في البوكسر مش موجوده فيها. حجمها حلو جدا. وقفها كده نشوف ارتفاعها من على الارض. لا وغير كده كمان في مفاجاه شرسه. بص يا فرنش ماستف بالظبط. فرنش ماستف على بوكس يعني هي الوانها وحجمها فرنش ماستف. الجسم والعظم فرنش ماستف. الوش والجمجمه من ده على ده. اجمالا كويس. اجمالا كنبه مش كلبه يعني. ما شاء الله حجم بسرعة النبي. امسكها كويس شغال.
انا شايفها شغاله من بدري وعماله تطير وتعمل حركات. ماشي. هي شغالة الكلب بس فعلا متفرهدة من بدري عمالة تطير وبتاع وهي حجمها دبابة. بكام؟ باتنين ونص صح؟ بألفين ونص. هات رقم تليفونك طيب. رقم التليفون 010 12 12 4 9 5 5 1 5. نتايا نتايا بولي بس مرتفعة شوية، يعني هي بولي على بيت بول بألف جنيه فقط لا غير. شرسة انت؟ شرسة؟ مش شرسة مش شرسة. والله؟ بألف جنيه. بألف جنيه بس؟ لا ما تبصش دي بألف يا عم. يا عم تعالى دي بألف. بتاعت اسمها هواوي. اديني رقم التليفون يا معلم. تعمل اكل والله. والله دماغك شبه التفاحه وزي القمر. انت يا ام بيت بول هيعملوا على الصنار. زولها زولها ارفع ايدك بس. لا لا ضرب لا ضرب لا. وريني السنان اللي قدام طيب. اللي قدام اللي قدام مش الجنب مش الجنب. دي صغيرة مش زي ما انت قلت. الشعر بس مكبره. امال شايبة علينا ليه يا وليه انت؟ شايلة وعلى السونار عاملة 3000 قابل للتفاوض. اللي عايز يتصل اديني رقم التليفون يا معلم. 012 069 369 3 2 8 2. نتايا ام بتطلع جراوي لوحدها وبتتعامل لوحدها. طوعة واخدة اوامر كاملة من الاب. مش طوعة اوامر، شراسة وطاعة وكل اللي انت عايزه. بص اخونا عادل اخونا عادل وعطشان عطشان عادل. الكلب ده مجنون يا جدعان. سيب عادل مرة واحدة، سيب مرة واحدة. بكام؟ ب 6000 جنيه. عنده قد ايه؟ عنده سنة وثلاث شهور. سنة وثلاث شهور. هات رقم التليفون. 012 08 58 9 67. صورني ده بقى. ده كروت مجنون. بويكا ال بيعوش بيعد على طول. بويكا متاح للجواز. بيعد ديله يخليه بيعد ديله بالامر. ايه ده؟ بص يا بويكا ايه ده؟ ايه ده؟ بص ايه ده؟ ايه ده؟
خد اهو. خدنا معايا بقى. بكام؟ ب 10,000 جنيه. اللي عايز يجوز متاح، عايز تشتريه هو عامل 10,000. طيب عنده كام سنة؟ سنة ونص. طب اديني رقم التليفون. 012 8 3 3 7 0 2 8 1. انا خلي بالك ودني برضو سمع تقيل بس بقرا الشفايف. درب كلبك بنفسك. ولا بويكا خد تعال. ولا بويكا يا ابن اللذينة. ما شاء الله. ايه ده بويكا؟ بص ده كار جيرمان بكام ده ميشو؟ بتلاتة ونص. الروت دي انتايا؟ الروت دي انتايا. اه صدرها باين. ماشي في حجم حلو الكلب ده. كفوفه كويس. 3.5. ماشي. يا لهوي الكلب بيطير. الكلب بيطير بس هو لسه مش عارف. ما بقول لك لسه مش عارف. مش عارفك. ب3.5. هات رقم التليفون يا معلم. 012 8 8 1 8 1 9 5 6 4. واحد ايه؟ قول الرقم تاني. 012 8 8 1 8 9 5 6 4. دكارين هما. دكارين 7 شهور بيتبول على كورسو. شوفهم تقول عليهم بريسا كناري. ايه بس؟ ابعد الكلب ده عشان ده غبي. عشان انت بتمسك لك. لا حاضر. انت نسيت وضحتني من كل مصر كلها شكلته. بكام الجرو؟ بكام؟ 5,000. بس هات رقم التليفون. 012 0 0 38 25 43 47 7. دي بس امسك كويس. يلا يلا يلا. مرعبة مرعبة بنت السلعوة. خد هنا. يلا خد يلا خد هنا. عايز تعمل حمام الكلبة دي؟ خلي بالك يا مزاج الطاعة والشراسة. هم انت خلصت الكلام بقى. حمل العربية محطة بحر يا بت. لا انا اسف انا اسف بهزر. لا 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 قعدها بقى. كلبه كمبيوتر ما شاء الله عليه. اديني رقم التليفون. 012 2 6 2 6 2 4 3 4 3 4. 1 2 1 2. الجنب التاني شايف حاجة سودة برضو. ده ولد ده. ده ابنها ده ولا ايه؟ اسمع خد ايده. خد ايده. خد ايده. بالراحة يا عم. في ايه يا ابن الجنية؟ انت عايز تجيب ايدي؟ بس لنفذ الكلب.
بص خد يلا سبت البتاع داخل عليا يا ابن الجنيه. طب انت قلت لي رقم التليفون صح؟ ده بكام؟ ده ب 2.5 ونتاج كمبيوتر نتاج كمبيوتر ب 3 راس شعر ووش وجسم وام في نفس الوقت ما شاء الله. ده كار جريفون ودانو بتجيب النايل سات بكام؟ 500 جنيه. عنده قد ايه هو؟ سنة ونص يعني شغال بيتجوز وكده. اديني رقم التليفون 012 70 95 73 04 بص الام رويا والاب بلاك اند تان جايبين المزرعه دي الصلاه على النبي الله اكبر. الجرو بكام؟ الجرو بكام؟ 1000 جنيه. يلا ب 1000 جنيه. اي جرو ب 1000 جنيه ده كارنتايه اللي يجي في ايدك. هات رقم التليفون 012 2 5 8 0 4 2 8 1 عالسايب قليلة الأدب وبتشتم. عندها كم شهر دي؟ لا دي انتاج كبيرة. عندها قد ايه يا صاحبي؟ عندها قد ايه؟ عندها 8 شهور بكام؟ بكام؟ دي 3000 جنيه. 1000 جنيه؟ طب هات رقم تليفونها. قول 012 89 55 72 04 قص بكنيز بكنوا بكنوا اسود بكام الحتة؟ ب 1000 جنيه. ده تبعهم؟ ده شيتزو بقول له. ده شيتزو؟ ده بكام ده؟ يعني 700 جنيه. ب 700 جنيه. هاي. حتى ب 2000 جنيه مدينا بحر سعرهم يا بابا. ماشي. اديني رقم التليفون. 0 1000 180 4 1 4 4 1 4 في رقم التاني برضه 0 2 لا ال 0 1000 شبكته اقوى. بص العسل ده. بيبي صغنن اللي عايز حاجة كيوت. دبدوب صغنن زي ده كده ده عامل 500 جنيه بس بقى. لا هتمسك في التيشير عيب. جامد ده مريب. التيشيرت يخرم يا بابا تعالى. على فكرة ما عادش مرة غير لما هيبقى صاحبي ادلع على سلامتك. المهم وفي المشمشي ده ده ب 500 والصغير ده ب 450. مش نزل 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 ده. هات الرقم يا مورين. 012 2 4 4 6 9 0 8 2. ده الفرش بتاع مريم. لا بس النهارده الكلام عالي قوي. اوبا عندنا الطقم ذات الحظاظات محمل. بس
بس ديري تو. في بقى منه ايه اشكال مختلفة والوان مختلفة وكواليتي مختلف لكل ايه، خامات مختلفة، اكسسوارز مختلفة كده يعني، كله بسعره بقى. الاطواق الصغننة العسل دي، عندك الاطواق اشكال زي ما انت عايز. طوق المحمل، طوق ده بص انا ملبسه الكلبة مجنونة، مجنونة بجد، مش مجنونة كلام اي كلام يعني، جوليان مشرار لابسة ده عشان هي الكلبة بتطير اصلا، وانا حاططها في مكان عشان ما تعدش حد. المهم الليش المضفر جامد ده على خناق، عندها برضو اطواق اللي هي سوري السدريهات اللي هي الرخيصة دي الجميلة، حاجة و30 وحاجة و40 وحاجات كده. في اطواق في كمامات سديري، كمامات سلك الرد والماستف الجيرمان، بتمشي انتاج جيرمان، في الاطول منها بتمشي الديكور عشان البوز بيبقى اطول. دي كتامة مش كمامة، كتامة دي بتلبسها للكلب الجعجع اللي بيهوهو كتير، دي كمامة، دي بتبقى واخدة شكل بوز الكلب، الكلب ما بيعرفش يفتح بقه ويقفله بشكل اللي هو ايه كبير اللي هو يقدر يهوهو، انما دي بيفتح بقه ويقفله عادي جلد. بنلبس الكمامات الجلد للكلاب اللي ما بتحبش الكمامات اصلا، بحيث ان هما طبعا ايه تبقى خفيفة على بقه، حببه في الموضوع في البداية. فرج بقى، اطواق قطط وبراوي، حزازات زي ما انت عايز. اديني الرقم يا مورين. 012 2 4 4 6 9 0 8 2 0 8 2. عندها برضو قطط اي حاجة عينك تقع عليها من دول نزل عليها خصم. فرش عم سعيد، دي جرواية دي ودي ام دي جرواية دي 500 ايه 500 700. اسد صغير اهو ايه، مجنون. ولما بيطلع بره السلاكه بيبقى على وضعه كده. لا لا خلاص انا اسف ما طلعش. لا ده كلبك يا حبيبي. بتلاقي كله بيعاكس بتعمل اه انتايا كمان. طيب عندنا الجرواية الهاسكي دي بنوته ولا ولد؟ ده ولد بس رجله عاكسه، في واحد رجله عاكسه. اه ده عنده رجل تعبان ولد هاسكي. وعندنا الكوكر ده شيواوا كوكر جريفون فرنساوي المفضل. عامل بكام يا احمد؟ والله انا كلمة فلوس اكل على الفلوس دي. ايه دي صورتين؟ لسه ما صورتش الواد، خلي بالك الواد الشواه بيخلع. تمام ده ولا بنت؟ بنوته. بنوته بنوته كوكر ب 2500 البنوته الكوكر. تمام يلا بينا نخش على القطايف يا كبير. قطه المشمشيه بسم الله الرحمن الرحيم. بس ماشي انت جاي تتمسحي. بس هقفل على شعرك. ايوه عسل. في بقى ايه عندنا اسرع حيوان في العالم اختنا السلحفه.
الجعارة بصوت وحش. حبايبنا اللي بيطيروا ما بيرجعوش. ده عصافير برضو. ودي قطة متنكرة، يعني دي سلكة عصافير جواها قطة عاملة نفسها عصفور. في بقى مستحضرات، حاجات اللي هي رملة قطط ومنتجات اومني جارد وبودرة سيفين، كل حاجة. هات الرقم يا يوسف. 012 2 0 4 2 9 4 2 4 2 4 في الاخر. عودة يوسف ابن الحاج سعيد. خلصنا امتحانات ثانوية عامة، ابتدينا بقى ايه. ده ابن الكلب بتاعه صح يا جو؟ بنوتة. تمام ان شاء الله. حاجة كده ايه سكرة 5000 جنيه. صل على النبي. وش على بعض هناك صاروا مجوه يعني ولا ايه؟ استنى ثواني.